بالنسبة للرؤى والأحلام، الرؤى ثلاث أنواع كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤى ثلاث: رؤيا صالحة من الله وهذه بشارة، ورؤية يحزن الشيطان بها العبد، يعني حلم ممكن واحد يشوفه الشيطان بنغص على الإنسان حياته علشان يحزنه في حياته. والنوع الثالث كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أضغاث، أضغاث يعني هو العقل الباطن متأثر بالحياة أو بالأحداث، فبالتالي بينعكس ذلك في منامه.